إذن المقادير هي عجينة الباف بيستري، شوكولاتة كاسات، وفراولة أو موز، وسكر بودرة. وبس هذه بكل بساطة أربع بس أشياء. عايزين بس هجيب سكينة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عندنا العجينه بتاعت الباف بيستري هنا اهي، هي عجينه جاهزه بتكون، دي عجينه جاهزه. احنا اصلا كل ده عاملينه عشان نوفر الوقت. فبناخد العجينه اللي عندنا، طبعا لازم تتحط في طحين، بينهم طحين علشان خاطر كتير بتلزق لان هي كل القوام بتاعها زبده. هناخدها وهاخد انا شويه بس من الشوكولاته دي يعني. هنحطها بالشكل ده. في بقى كذا طريقه ممكن نلفها بيها. شوف مثلا انا حبيت دي اكتر واحده انا بحب اعملها، اللي هي بناخدها كده الصوت ده الفرن. احنا حاطين اشي بالفرن هلا؟ حاطين بعدين بناخد الفراولة، وحتى ممكن من غير فراولة بنقطعها صغير جدا، هي لوحدها اصلا قايمة بذاتها، بنقطعها صغير قوي وبحطها مع الشوكولاتة اللي هنا دي، وبعدين بنقفل عليه بالشكل ده. تمام كده اهو. بعدين بجيب السكينة وبقطع المربع، بيتقطع تقريبا لاربع قطع تقريبا كفايه، وبعدين باخد القطعه الواحده كده وبعملها بالشكل ده كده، ببرمها كده وبحطها في الصينيه. تمام، ده بيبقى الشكل اللي هناك ده اللي هو في الطبق. كده اهو. في شكل تاني برضو لطيف، طبعا ممكن تعملوها رول زي السبرينج رولز، برضو من الحاجات السهلة. هناخد دلوقتي برضو شوكولاتة، بس الأول شوفوا هقطعها ازاي. هقطعها كده كده اهو. تمام، وتاني كده. وعلى فكرة دي القطعة دي ممكن يعني تعملوها في أي حاجة، مش بس في الشوكولاتة اللي احنا عاملينها النهاردة، ممكن تعملوها مع الجبنة، أي حاجة شكلها بيبقى لطيف. باخد كده، بيبقى ده الشكل اللي عندي، شايفين كده اهو كده. باخد الشوكولاتة اللي عندنا وبحطها بالشكل ده. بس ما بوصلش طبعا للحروف، بس يعني ما بوصلش للحتت دي، بس للحتت اللي انا هقفل عليها اللي هي في النص. بعدين ممكن تحطوا فراولة دلوقتي، وممكن تحطوها بعد ما بنطلعها من الفرن. بس احنا هناخد الحتتين دول كده وهقفلهم على بعض من هنا بالشكل ده، وهاخد دول كده وبقفلهم بالشكل ده، فبيبقى فيه يعني بيبقى عندي زي تقريبا شكل وردة اللي هو كده اهو، وده بيبقى شكلها بعد ما بتخلص اهي، اللي هي على الاطراف دول.